كان ومستمتع وبتحلل التلفزيون المغربي وبعض القنوات الاخرى. تماما تماما. بدايه انت شايف البطوله في مصر ازاي يا كابتن؟ انا اظن كاس افريقيا للامم في مصر، مصر عاطيه لهذه الدوره قيمه وشان. لان احنا كنعرفوا مصر بتاريخها وحضارتها وباهلها، عندما في شك البطوله الان الحمد لله يعني تمر في ظروف هائله جدا، وهذا مش يعني مش كلامي لوحدي، كلام كل المتتبعين وكل الاختصاصيين اللي موجودين هنا في مصر، بانه الحمد لله هذه الدوره هذه متميزه. وزيادة على هذا، هذه أول مرة كتمر كأس إفريقيا الأمم في عوض 16 المنتخب، 24 المنتخب. مش سهل، ولكن الحمد لله لحد الآن احنا كنعيشوا ممكن نقول أوقات تاريخية، وغادي تبقى في دهون كل الحاضرين هنا، وكذلك منتخبات مدعومة بواحد العدد من نجوم الكرة العالمية. هذا شيء صراحة يثلج الصدر. وكيف كان عيد كلامي، في مصر مصر عاطية بكل صراحة قيمة كبيرة لهذه الدورة هذه.